إذا كنت حارساً ليلياً كيف تقضي وقت خفارتك؟ باستخدام الموبايل. شيء يجب ألا تفعله وأنت حافل قدمين. يعني التمشي على القزاز أو الزجاج. شيء لا يكتفي منه الطفل. حضانة الأم أو حب الأم. حنان الأم. جزء من الجسم نقوم بترطيبه. اليدين. مكان له علاقة بالطب والصحة. المستشفى. غير. عيادة الدكتور. شكراً. يعني 5 أسئلة اللي سألتك إياها نفسها سألتها الأوس، أوس جاب 107. حلو، 170 نقطة. يعني الآن الوجه والمستشفى، الوجه مال أوس. خلينا نشوف السؤال الرابع. جزء من الجسم يقوم أو نقوم بترطيبه. 30 نقطة أخذ أوس على جواب الوجه. أنت قلت اليدين، واليدين لازم نقوم ترطيبها كريمات ما كريمات. خلينا نشوف ايش قد نطاق الكمبيوتر، ايش قد نطاق. 0. 20 نقطة. باقي 10 نقاط. يعني يجوز الكمبيوتر ما اخذ العيادة خلاص الوقت صار. إن شاء الله، يعني إن شاء الله. 10 نقاط إن شاء الله. نقول إن شاء الله يا إن شاء الله. إن شاء الله. نشوف السؤال الخامس. مكان له علاقة بالطب والصحة. المستشفى قال أو 32 نقطة أخذ. أنت قلت المستشفى، قلت لك عيد، قلت لي عيادة الدكتور. عيادة الدكتور شلها علاقة. المستشفى هو الأم. الكلية لربما، لربما يعني مركز طبي، لربما مستوصف، يعني هواية أكو عيادة دكتور كل شيء ما بيها. يعني كراسي والدكتور ما موجود، شو له علاقة؟ خلينا نشوف. مكان له علاقة بالطب والصحة، قلت عيادة الدكتور. يلا ما يخالف، ما رجع للبيت. مرة ثالثة أنا متأكد، مرة ثانية عفوا تتأهلون. يلا يلا إن شاء الله، إن شاء الله نقول يا الله. يلا يلا مبروك للأسدي هذا الفوز بتحقيقهم 200، أكثر من 200 نقطة، وفوزهم بالجائزة اللي قيمتها 10 مليون دينار عراقي. إذن ألف 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 مبروك. وأنا توني آخ يا توني يا شالح قلب الناس. نجيبها عاد. ألف مبروك لعائلة الأسدي هذا الفوز. يلا أنت خذيه وسبعة.